تعتبرها السلطة الجزائرية حركة انفصالية تسعى للتخريب في البلاد، بينما تعرف نفسها على موقعها على أنها حركة بادر لإنشائها معارضون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية يسودها الحكم الراشد. إنها حركة رشاد، حركة صارت حديث الجزائريين خصوصا في الفترة الأخيرة بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرات توقيف ضد عدد من أعضائها. بحسب صحيفة لو فيغارو، صارت هذه الحركة في قلب جدل الدائر حول الحراك المنطلق منذ فبراير 2019، جدل حول ما يصفه جزائريون محاولة ركوب موجة الحراك من قبل إسلاميين متطرفين ينضوي أغلبهم تحت حركة رشاد. وبحسب تقرير الصحيفة نفسها، فإن رشاد التي تضم عددا من قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والتي تعرف في الجزائر بالفيس، ضغطت في بداية الاحتجاجات من أجل العصيان المدني والمواجهة، كما فعل الفيس تماما في يونيو 1991 ضمن ما عرف وقتها بالعشرية السوداء والإرهاب الذي رافقها كوسيلة لتطبيق أجندته في أرجاء واسعة من الجزائر، وهو السيناريو الذي يخشى من تكراره الكثيرون. مساعي رشاد خلفت جدلا وانقساما بين الجزائريين بين مؤيد للعصيان ورافض له، حيث اعتبر الرافضون للعصيان أنه بوابة للعنف، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحراك السلمي ويتقاطع مع مبادئ المتطرفين. في فقرة تحت عنوان تحالفات ضد الطبيعة، يتطرق تقرير لو فيغارو إلى تأييد رشاد إلى جانب الحركة الديمقراطية والاجتماعية MDS لفتح حوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ عراب التطرف في الجزائر، وهو ما استغربه جزائريون تساءلوا عن الهدف من وراء تحالف الإسلاميين مع اليساريين. تساؤل تجيب عليه تحركات السلطات الجزائرية ضد هذه الحركة واتهامها من قبل القضاء الجزائري بمحاولة ضرب استقرار الجزائر في مرات عدة، آخرها محاولة توظيف حادثة القاصر رزق شتوان لخدمة أجندتها التخريبية. ما بعض الحركات الاحتجاجية الأخرى فهي مدبرة لاستثارة غضب الناس قصدا حرمانهم من حقهم في التغيير الجذري. عيسى بوسوسو، الحدث.